أعلنت البعثة الأثرية تابعة لجامعة عين شمس عن اكتشاف أثري جديد، وهو مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني كاملة في منطقة آثار عرب الحصن في المطرية في القاهرة طبعا، وده أثناء أعمال الحفر الأثري للبعثة، واللي كان قد سبق أو سبق الكشف عن جزء منها في موسم الحفائر في مارس وابريل 2018. خلونا نروح لمزيد من التفاصيل. دكتور ممدوح الضماطي، رئيس البعثه الاثريه لجامعه عين شمس. دكتور اهلا بك، وزير الاثار السابق طبعا، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضرتك. تفاصيل هذا الكشف يا فندم. الحقيقه هو يعتبر كشف هام جدا، لان احنا نكتشف مقصورة خاصة باحتفالات تتويج الملك وباحتفالات إعادة سباب الملك، اللي هي الاحتفالات الحبسية المعروفة عند مصر القديم، خاصة بالملك رمسيس الثاني في منطقة عرب الحصن. وده كان يعتبر الموسم الثالث اللي بتعمله بعثة حفائر جامعة عين شمس في هذه المنطقة. اشتغلنا 3 مواسم، كل موسم شهرين. بدأنا في أكتوبر 2017، وفي ابريل 2018 كان الموسم الثاني، مارس وابريل 2018، وجدنا جزء من هذه المقصوره من السلالم وجزء منها. لكن الموسم الحالي في الشهر دوت والاسبوع اللي فات بصفه خاصه تم الكشف عن المقصوره كاملا. مش بس كده، الابواب كمان، اعتاب الابواب اللي هي خاصه اللي كانت مؤديه الى هذه المقصوره. فاذا بيعتبر كشف متميز عن منطقة عرب الحصن ومنطقة ملحقة من القصر الاحتفالات الكبير الخاص. هل هو فريد يا دكتور؟ عايز افهم من حضرتك، نظرا لرجوعه لأسرة بعينها وطبعا وأهمية الملك رمسيس، أم إنه تم اكتشافه كامل، المنصة تم اكتشافها بشكل كامل؟ الاثنين. اولا بالنسبه لمقصوره شبيهه دي، ما عندناش قبل كده غير مقصوره خاصه بالملك زوسر في منطقه سقاره، وكانت بدرجين. احنا عندنا المقصوره بتاعتنا ذات درج واحد، وهي تعتبر التفرد بتاعها واحد ان هي كامله، 2 عصر رعمسه ورمسيس الثاني، 3 انها ملحقه بالمعبد الكبير للاله رع في منطقه اون القديمه او عين شمس القديمه. فاذا هنا في كذا حاجه بتساعد يعني او بتدي اهميه كبيره لهذا الكشف. خليني أسألك سريعا يا دكتور، لسه بتعملوا في هذه المنطقة؟ لسه يمكن بتتنبأوا بوجود آثار أخرى في نفس المنطقة؟ المنطقة واعدة جدا، واحنا احنا حاليا في منتصف الموسم الثالث، عندنا شغل حتى نهاية شهر نوفمبر الموسم الحالي. وبنأمل إن شاء الله نستكمل ما حول هذه المقصورة حتى تتكشف المنطقة بالكامل، ويظهر هيظهر أكيد المنطقة واعدة، وبنأمل في حاجات كثيرة إن شاء الله. بشكرك يا دكتور. دكتور ممدوح ضماطي، رئيس بعثة جامعة عين شمس الأثرية، وزير الأثار الأسبق.